طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بإيلاء أهمية خاصة للزراعة في المبادرات التي يطرحها لدعم المجتمع. وأكد السيد الرئيس أن المبادرات التي ينظمها التحالف محل تقدير، لافتا إلى أن دعم الزراعة له أهمية خاصة. كل المبادرات اللي بتتكلموا فيها الصحية وكله زي الفل وكله محل تقدير ودعم مننا، لكن أنا بتكلم على الزراعة تحديدا. إحنا بنزرع في أسوان وسوهاج وفي الصعيد جزء من حوالي 300-350 ألف فدان من القصب. طب أنا هقول لك، وده النهارده أنت بتستهدفتي الصغار المزارعين، لكن أنا بستهدف قدرتكم في الوصول إلى المزارعين كلهم. طب أنا النهارده عايز إيه؟ النهارده لو أنت بتقولي على فدان قصب، لو اتعمل بزراعة حديثة يقلل كمية المية، لو قلتي 10% من كمية المية المستخدمة، ده رقم كبير قوي في 350 ألف فدان. رقم كبير قوي. طب لو قلتي إن هو بيزود الإنتاجية 20-30-40%، أنا بتكلم على القصب وبتكلم على 350 ألف فدان وبتكلم على كتلة محددة في الصعيد. لو استهدفتوا ده وقدرتوا توصلوا له بالتعاون مع وزارة الزراعة، لأن بالمناسبة المزارع اللي بيزرع ده بيسيب الحاجة في الأرض 5 سنين. فطبعا يعني صعب عليه إن هو وأنا كلمت في الموضوع ده قبل كده، لكن أنا عايز أقول لكم على حاجة. إحنا كل موضوع بنتكلم فيه بنبقى بنستهدف منه إن إحنا نشاور عليه، نعمل إضاءة ونقول للناس بصوا ما تستقلش بالفدان القصب بتاعك، ما تستقلش بفدان فول الصويا اللي بتعمليه، ما تستقلش بشوية التقاوي السلام اللي حول لك الفدان بتاعك من 10 أدب إلى 15 و20 ويمكن 22.